الله، حبيت نقدم لكم يعني عذر على الانقطاع تاعي، لكن يعني فوق طاقتي، يعني عندي عذر، ما كنتش في داري، على هذا ما قدرتش نمد لكم وصفات جديدة. المهم، مجد لكم مفاجأة سارة يعني في وقتها راح تعرفوها اليوم إن شاء الله. راح نبدأ مباشرة يعني في وصفة جديدة. اليوم مش راح عندكم كيكة هشة بالليمون، شكون ما يحبش ذوق الليمون؟ واش راح نحتاج في الوصفه؟ اول شيء نخدم شربات. واش راح نحتاج في هذا الشربات؟ نحتاج جوج كيسان تاع الماء، الكاس اللي يفد 240 مليلتر، نص كاس تاع السكر، وعصير جوج حبات ليمون. هذه نطيبوها في الاول ونخلوها تبرد. اذا نحكم كسرونه، نديروا الماء تاعنا، يعني سمحوا لي طولت عليكم، وكل واحد يعني كان يقول لكم بلي خلاص حبست. لا، انا ما نقدرش نحبس معاكم. نزيد نص كاس تاع السكر وندير عليهم عصير 2 حبات ليمون، جوج حبات تاع القارص، نديرهم فوق النار، نار متوسطة، نار قليلة شوية، حوالي 10 دقائق، ونطفي عليها. إذا الآن ندوزو باش نحضر معاكم الكيكة تاعنا. الكيكة واش راح نحتاجو فيها؟ راح نحتاجو 5 بيضات كاملين، راح نحتاج 10 مغارف كبار تاع السكر، 10 مغارف كبار تاع الفارينة، 5 مغارف كبار تاع الزيت، مغرف صغيرة تاع لافاني، ووحدة خميرة الحلوى. هذا واش راح نحتاجو في الوصفة. إذا نبدأ بطريقة التحضير مباشرة. نحكم البيض تاعنا، إذا 5 بيضات، ونشكر كامل اللي تحيروا عليا، كان على اللي تبعوني، كنت متبعتكم لكن كنت بطرواجي فقط، ما قدرتش لكن كنت نشوف كامل تعليقاتكم في الجروب، في اليوتيوب، في لاباج. يعني والله نشكركم كاملين، انكم كنتوا دايما تستناوني، والله غالب يعني خارج عن النطاق تاوعي. اذا ندير البيض تاعي، ندير 5 مغارف كبار تاع السكر، نخلطهم مليح، ندير لهم مغرفة صغيرة تاع لافاني، 5 مغارف كبار تاع الزيت. وصفة بزاف سهلة. بهذه الطريقة، وندير 10 مغارف كبار هذيك تاع الفارينة، عبروا بالمغرفة تاعي يعني تاع العشاء. اذا نخلط مليح، نكمل المقادير تاع الفارينة تاعنا، نخلط حتى تولي عندنا الخليط يكون رطب. ودائما كي نديرو الفارينة اي كيكة مكتروش تخلط بزاف، يعني قسمك تدخل فقط الفارينة ونحبس. اذا ها هي الكيكة تاعنا واجدة. هنا عندي مول، درتلو الزيت والفارينة، فيه 20 على 30 سنتيم، ونفرغ الخليط تاعنا تاع الكيكة داخل في المول، ندخلها الفوق على 180 درجة حتى تطيب تاخد لون ذهبي باش نخرجها. متخافوش تقولو يعني ديروها الطاولة، لأنها كي تطيب راح تطلع لنا هاد الكيكة، راح تنفخ. إذا نمشيها مليح، ولا حبيتوها طالعه بزاف تقدروا ديروا مول صغير على هذا. اذا نمشيها، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله كي تطيب. اذا هنا بعد ما طابت الكيكه تاعنا، شوفوا الكولور تاعها، طيب لنا حميمه شابه. واش ندير؟ ندير عليها هذيك الشربات هذيك اللي خدمتها بالليمون، ذوق الليمون يعني يجي فيها بزاف باين هاد الشربات هادية. اذا نشربها مليح بهذيك الشربات، نخليها تشرب. اذا نخليها حتى تشرب مليح، ونزينها بالجوز الهند لانوا كوكو، ومن بعد نوريها لكم يعني مقطعه في طبق تقديم ان شاء الله.
اذا ها هي الكيكه تاعي بعد ما بردت قطعتها. وش مليح في هذه الكيكه انها ما تتفتتش، يعني ما تجيش تفتت، تجي حاكمه روحها، تجي بزاف خفيفه وتجي هشيشه كما رانا نشوفوا. ها هي تجي هشيشه، وذوق الليمون يجي قاسح فيها. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انها تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم. واذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد.